السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم بعد. بقالنا كتير ما عملناش فيديو، بقالنا كتير مقضينا الفيديوهات القصيرة دي، فهطلع دلوقتي كده بس الفراخ معاكم اهي ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده، الفراخ البلدي بتاعتني. طبعا انتم شايفين هم طلعوا وقفوا بره وطلعوا في الصالة اصلا غير الدنيا، فانا بس هطلع كده هنضف لهم واظبط لهم الفرشة بتاعتهم ان شاء الله، وارجع تاني كده معاكم. يعني مش هنظبط فرشة، احنا بس هنلم الحاجات اللي في الارض والدنيا نظبطها، وبعد كده هرجع لكم تاني ان شاء الله. وبرضه هظبط لهم جرعة كده مضاد حيوي على السريع، يعني مضاد حيوي طبيعي طبعا اللي احنا بنعمله على ايدينا، هنظبط لهم جرعة كويسة كده وارجع لكم تاني على طول ان شاء الله. تمام كده، بعد ما خلصنا مش نظافة قوي يعني، انا خدت بس ايه نضفت الارض كده وظبطتها وحطيت حاجة على جنب اهو شايفينها بقى في حرف فيها، قلت اشيلهم كده على جنب واحطهم واظبطهم وبعد كده المهم ان شاء الله. ده كده الطير بتاعنا زي ما احنا بناكله كده انتوا شايفين. اللي بس حبيت بقى اقول لكم شويه حكايه عن الفراخ البلدي. انا دلوقتي عملت لهم سقوه، فعلا سقوه ميه. ايه سقوه الميه اللي عملتها دي؟ عملت لهم الميه اللي هي بتاعتهم العاديه، حطيت فيها بصل وثوم ومعاهم فلفل وليمون وخل، اللي حطيتهم كده على بعض ظبطتهم ضربتهم في الخلاط وحطيتهم على الميه بتاعتهم. دي اتعملت دي مرتين في الاسبوع، كل اسبوع كده عملوها مرتين عشان خاطر الفراخ والبط. انتوا عارفين الفراخ البلدي مناعتها كويسه والبط البلدي مناعته كويسه، ولكن فعلا لا قدر الله انتوا عارفين الشوطه بتاعت شهر 12 اللي بتيجي والحاجات دي، فعايزين الفراخ تبقى ايه مناعتها قويه. وفي نفس الوقت هو كمضاد حيوي طبيعي ينضف معده الطير، لو الطير بيعمل اسهال تاني يوم بينضف معدته، لو الطير بعد كده صحته كويسه. فانتوا خليكم باستمرار، مره بصل وتوم، مره مثلا بعدها بيومين ثلاثه في الميه بتاعتهم معلقه كمون وكركم يظبط المعده بتاعتهم او على الاكل بتاعهم. فانتوا حاولوا باستمرار ومتابعين الطير بتاعكم ومظبطينه اول باول عشان خاطر ما يتعبش منكم. الحاجه التانية بقى اكل الطير، اكل الفرخ البلدي. هل فعلا الفراخ البلدي زي الفراخ البيضاء تفضل طول الدوره تاكل سماء عيش يعني تشيشه بالحته الفول او تشيشه فول صويا وعلف جاهز؟ لا، الفراخ البلدي خراب لو هتاكل كده. الفراخ البلدي اخرها معانا يا جماعه في الموضوع ده شهرين بس، شهرين بس. ليه؟ الفراخ البلدي ما تديش وزن، يعني اخرها كيلو ونص، هتوصل 2 كيلو ولا ربع 2 كيلو، ده الفراخ اللي هي الديوك. لكن فعلا هتصرف منكم اكل كتير على الفاضي. فاحنا بنعمل ايه بعد الشهر التاني على طول؟ تاكل منكم بواقي البيت كلها ومعاها تشيشه ومعاها عيش. مفيش بواقي بيت كتير عندكم، يبقى تشيشه وعيش وعليهم كبشه كده حته فول، يعني ايه بندلعهم كده. اكتر من كده لا، اكتر من كده حرام تصرف منكم فلوس على الفاضي. احنا بنربيها عشان خاطر تنزل لنا ايه، تعمل لنا بيض في البيت. فبس لحد ما ان شاء الله فتره كده ونبدا بقى ندخلهم الغله بتاعتهم في الاكل، ناكلهم غله ونظبطهم عشان خاطر لو حتى الفرخه وهي بتبيض تبقى البيضه نازله كده كبيره وحلوه وقشرتها جامده وماسكه ما يبقاش فيها مشكله. فده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو بتاعنا يكون عاجبكم. واذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش من الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد، والاعجاب بالفيديو لو عجبكم، واي سؤال عند حد وكده يبعته لي، واي حد شايف ان في نصيحه يقدر يقدمها لي في موضوع تربيه الطير يبعتها لي برده وهتابع معاه، وان شاء الله نتابع مع بعض الفتره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.